بيكم. قبل كل شيء نحب نستدعي مدام شيراز العتيري المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة وتكون معايا. الريت انه فيها موسيقى. انا عندي مشكلة. طبعا. اولا باش نبدا بحاجه الحقيقه مقلقتني وهذا ترحم على صديق عزيز جدا وزميل ليكم عميد الصحفيين التونسيين سي عبد الحميد الدواتي اللي توفى من يومين واللي كان من اعز اصدقائي ومن اهم الصحفيين في المجال الثقافي والسينمائي من بدايه الستينات فالله يرحمه ونحب كلمه راهو سمعنا دقيقه صمت ونحب كذلك في بداية اللقاء أن أعبر عن حاجة أزعجتنا أهل السينما وأهل الناس اللي دافع عن الحريات معناها أيام قرطاس المائية هي مهرجان الحريات هي المهرجان الذي لا يخضع ولا يريد أن يخضع منذ تقريبا بداية المهرجان إلى الرقابة الشيء اللي صار اللي هو إيقاف تصوير فيلم تونسي في الجنوب التونسي فيلم مهدي برساوي إنتاج سينما تاريخي محمد عطية حاجة اللي لا يمكن أن تقبل في تونس 2014 أنه سلطة جهوية توقف فيلم عنده كل الرخص وكل يعني كل اللي لازم أنه سلطة جهوية توقف فيلم بالنسبة لنا هذا لا يقبل يعني كي نقولها نقولها كمهني في السينما كمنتج سينمائي وكذلك كمدير عام أي مقاطعة سينمائية لأنه بالنسبة لنا ندافع على الحريات وهذه حبيت نقولها في أول اللقاء الصحفي هذا حتى توصل لأنه مش معقول أنه اليوم في 2018 لازلنا نتصرف كما كنا في أزمنة غابرة وأعتقد أنه حتى في الأزمة الغابرة ما صارتش صارت لكن صارت بأقل حدة وأقل وضوح فهذوما النقطتين اللي حبيت أن نحكي لك عليهم أبدأ إذا الندوة الصحفية بما تيسر من الأرقام نعرف أن الصحافة تحب الأرقام فهني باش نعطيكم البعض منها أيام قرطة السينمائية 2018 يعني لكم راهو هي الدورة 29 لكن نظرا للخبطة اللي قاعدة تصير في لدى ضيوفنا الأجانب ولدى الصحافة الأجنبية خيرنا أنه انطلاقا من هذا الموسم ما عادش باش نقولوا الدورة 29 وعمرنا 52 الناس مثلا مش فاهمة دونك باش نوليو نتكلموا على أيام قرطة السينمائية ونعطيو السنة أيام قرطة السينمائية 2018 إذا أيام قرطة السينمائية 2018 وصلونا أكثر من 800 فيلم
اللي عرضت على لجان الاختيار. اخترنا في كل الأقسام المهرجان 206 أفلام، هذوما من 47 بلد. العروض تكون في 19 قاعة في تونس، تونس كبرى، وأربع قاعات داخل الجمهورية، داخل الجمهورية أي في نابل، في صفاقس، في القصرين وفي سبيل. مش يكون عنا هذا الموضوع باش نحكي عليه بإسهاب لو سمحتم، مش تو 41 شباك تذاكر سنة، عملنا 32 سنة باش يكونوا 41 شباك تذاكر موجودة في الـ 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 في تونس كلها. عندنا 19 عندنا شباك في القاعات، تو نحكي لكم عليهم بعد. في القاعات عندنا 10 في شارع بورقيبة، عندنا 2 في مدينة ثقافة وين احنا، وعندنا معناها 4 في لافريكا، وعندنا 2 في المركز الصحفي المركز الدولي للصحافة في دار الثقافة ابن خلدون. دونك بالنسبة لينا سنابش نحاولوا هالمشاكل اللي تعرفوها بتاع الصف وبتاع الدزان وبتاع الغسرة والخوذة وكذا باش نقصوا منه، إن شاء الله نتواصلوا. عندنا بالنسبة لتنشيط المدينة وتنشيط شارع مجيبة من الأساس، عندنا 135 فنان، منهم تقريبا 40 أو أكثر شوي أجانب باش ينشطوا شارع مرقيبة، وباش يعملوا 53 حفلة. عندنا أكثر من 350 مدعو، في الحقيقة نقول أكثر، وفي الحقيقة يقرب لل 400، أكثر منه 350. عندنا 350، تحب تحط 400 ما يقلقنيش. اي ضيف، هذوما ضيف اجانب، الضيوف الاجانب بطبيعة الحال اضافة الى الضيوف التوانسة. عندنا 4 ضيوف مكرمة ونرحب بيهم، عندنا العراق، عندنا السنغال، عندنا الهند، وعندنا البرازيل. نرحبوا بسعادة السفراء، أنا خصصنا المكان، وإن شاء الله باش نفرحوا بهم ويفرحوا بنا، لأنه العدد الأفلام التي ستعرض في هال معناها فقط للفوكس، يعني مش من البلدان، خاطر فما أفلام من بلدان مثلا من السنغال ولا من العراق موجودة في المسابقة الرسمية وفي يعني خارج المسابقة، لكن باستثناء هذوما فما 51 فيلم سيتم عرضها في باسم النظرة أو السينمائية هذه تحت المجهة فوكس. والبلدان هذه كما قلت هي بلدان ضيوف شرف بالنسبة لنا، باش يكون الوفود الحارة منها أكثر من 80، يعني 80 فنان وصحفي، وهذوما فقط الفوكس راهو خاطر عندنا في من نفس البلدان أشخاص آخرين. دونك بالنسبة لي هذه الأرقام الأولى، بطبيعة الحال بعدين باش ندخلوا في التفاصيل. دونك كل مسؤولي المهرجان باش يتعاقبوا، مش الكل، ثلاثة من الناس فقط، بس يعطيكم فكرة على البرنامج، باش يكون عندكم معناها حاجة نقولوا احنا متكاملة، إضافة للشيء اللي يعطيه وزعناه لكم والشيء اللي باش تلقوه من بعد في السيت.